مرحبا بكم أعزائنا الطلاب في درس الثالث من دروس كتاب صف العاشر. درس عنا اليوم المركبات اللاعضوية. نحن حكينا بالدرس السابق، قلنا يوجد عندنا مادة في المادة الحية قسمين، مركبات عضوية ولا عضوية. اليوم راح ندرس مركبات اللاعضوية، وهي عبارة عن الماء والأملاح المعدنية. أول شيء الماء، طبعا مثل ما نقول الماء هو سر الحياة، ولا يوجد حياة بدون ماء. الماء أهم المركبات الغير عضوية، تدخل في تركيب جميع خلايا الكائنات الحية، يعني لا توجد خلية حية تخلو من الماء. تركيب الكيميائي للماء، الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، ترتبط مع بعضها بروابط هيدروجينية قاسية تكون متلاصقة مع بعضها، تجعل الجزيئات متماسكة ومتلاصقة جدا، أي ومتعادلة كهربائيا، فهي تحتوي على ذرتين يعني قطبين موجب وسالب، فهي متعادلة كهربائيا. تركيب على قلنا هاي انه تركيب الكيميائي لها، قلنا من هيدروجين واكسجين. الخصائص الماء، اول شيء مذيب جيد، اي ان تذوب فيه جميع المواد العضويه واللا عضويه جميعها، فهي توجد في خيال يعني اي شيء يفوت على الخليه تقوم الماء بتذويبه والاستفاده منه. منظم للحراره، شلون يعني منظم الحراره؟ يعني لديه حراره نوعيه تنخفض وترتفع حرارته بايش؟ ببطء، لانه يعني لحتى ما نوصل لدرجه عندنا ما بدنا نغليه بدنا نوصل لدرجه 100 حتى يتم الغليان، واما التجميد لازم يوصل للصفر لحتى ما يتجمد الماء. متعادل كيميائي، اي درجه حرارته بي اتش يساوي 7، بي اتش يعني لا حمض ولا اساس، لذلك فهو يعد متعادل كيميائيا ومناسب لجميع التفاعلات والعمليات الحيوية. مذيب جيد، أي يلعب، مذبذب. طبعا التذبذب إيش معناته كيميائيا؟ أي أنه يعمل كدور حمض ودور أساس، يعني أحيانا في بعض التفاعلات تدخل في تركيب الأسس، وفي بعض التفاعلات يدخل في تركيب الحمض، لذلك يقتتم عنه يقول له مذبذب جيد جدا. أشكال وجوده في الماء، طبعا الماء لديه عدة أشكال. عندنا أول شيء ماء البنية، من اسمه ماء البنية، أي أنه يدخل في بنية الكائنات الحية، لذلك يدعى ماء البنية. ماء المرتبط، يوجد على سطوح المواد الأليفة للماء مثل الرغويات. الماء الحر، يوجد في الهيولة ويشكل معظم الماء الموجود فيها. ماء الاستقلابي، ينتج من تفاعلات الاستقلاب، بعد ما صار تفاعلات الاستقلاب صار عندنا الماء الاستقلابي فينتج عنه هذا الماء. هاي كان عندنا أشكال الماء وخصائصه وماذا يتفاوت. قلنا نعيد مرة ثانية، الماء أهم المركبات، له تركيب كيميائي مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وترتبط مع بعضها بروابط هيدروجينية قوية. خصائصه مذيب جيد ومنظم الحرارة ومتعادل كهربائيا ومذبذب، ولديه عدة أشكال، ماء البنية وماء الحر وماء المرتبط وماء الاستقلاب. هلا صار دور مين؟ دور الأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية تحتوي على نسبة تكون في الجسم من 1 إلى 5%، يعني مو هالنسبة قوية ولكن إلها أدوار. تكون على شكل إيونات ذائبة أو بلورات ملحية أو ترسبات، يعني عندها عدة أشكال، يا إيونات يا بلورات يا ترسبات. أملاح المعدنية تلعب دور مهم في إيش؟ واحد، تؤدي في دور بنيوي كالحموض النووية، أي تدخل في تركيب الحموض النووية. تؤدي دور كهربائي، فهي تنظم فرق الكمون في شوارد، مثل ما نحن نعرف شوارد الصوديوم والبوتاسيوم. تؤدي دور تنظيمي، فهي تنظم عمليات الدخول وخروج المواد إلى الخلية. تؤدي دور الناقل، عندنا هل الحديد يقوم بنقل يتحد، هو يشكل أساسا للهيموغلوبين الموجود في الدم، فيتحد مع الأكسجين ويشكل عندنا يقوم بنقله إلى الدم. تستخدم الشوارد العضوية من أجل تركيب الـ ATP. الشوارد العضوية عندنا تركيب الـ ATP، أي ATP مشان إيش؟ مشان تكوين الطاقة. إذا ها هي أهمية الأملاح المعدنية. هون نذكر بعضها، مثل الحديد يدخل في تركيب الهيموغلوبين، الصوديوم ضروري لنشاط الأعصاب والعضلات، الكالسيوم تكوين العظام الأسنان، فوسفور تكوين عظام الأسنان وتقلص العضلات، البوتاسيوم لنشاط الأعصاب وعمل العضلات،
في عنا كمان اليود يدخل في عمل الغدد الدرقية. فهاي المواد الأملاح المعدنية الموجودة عنا هي كل واحدة طبعا كل واحدة نقص منها يؤدي إلى أمراض، فمنهم تؤدي إلى ضعف عام. هلا هون تركيب الهيموغلوبين، إذا صار عنا ضعف قلة في الحديد فيصير عنا إيش؟ فقر في الدم، أي إن نسبة خضاب الدم يتناقص. إذا كل ما لها فائدة فإلها نقصة يؤدي إلى أمراض. هذا كان درسنا عن الماء والأملاح المعدنية.